انا عندي 2 كيلو ديال التفاح اللي بغا يدير 5 كيلو 10 كيلو راه غيبقى عندك بعد 5 لتر ديال التفاح. انا عندي 2 كيلو ديال التفاح اللي بغا يدير 5 كيلو 10 كيلو راه غيبقى عندك بعد 5 لتر ديال التفاح. طاب نعيمها هي جنة طابت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم احبابنا الكرام اخواننا واخواتنا داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم معنا في مطبخ الأعشاب عبر قناة ريحانة للعلاج بالطب الأخضر. إن شاء الله اليوم نعطيكم طريقة تحضير الخل التفاح في المنزل، طريقة سهلة إن شاء الله. والتفاح دابا وقته موجود، إما أحمر وإما أصفر، ولكن الأحمر أقوى كيجي به الخل، لأن اتصلوا بنا إخوان لأن درنا مخللات بالخل التفاح طبيعي، ودرنا الفلفل الحار الهريسة بالخل التفاح، وبعد وصفة طيبناه بالخل التفاح. وطلبوا مني الناس متتبعي القناة باش نوريهم طريقة تحضير أو صنع الخل الطبيعي في المنزل، لأن كيقلبوا عليه ما كيلقاوش جودة مزيان، تيلقاو ناقص في الجودة. وإن شاء الله طريقة سهلة، إن شاء الله كناخدو التفاح وخا يكون خامش بحال هكا، كنشريو التفاح إذا ما كانش خامش، شرينا التفاح هذا البلدي صغير ولا هذا، وخا ما يكونش خامش، إذا كان خامش هو خصو تيكون خامش عاد كنصاوبوا به الخل التفاح. حنا نوريكم الطريقه دابا ان شاء الله، والطريقه التعصيب باش غنعطيكم ان شاء الله كيفاش ديروا ليه. دابا هذا خديتو ها هو فيه هكا داير فيه هاد الخموجيه، هذا راه واخا كيكون فيه خموجيه راه هذا هو باش كيتصاوب التفاح. كناخذ التفاحه كلها كامله كنغسلوه، كناخذو كنغسلوه واخا خامش كنغسلوه مزيان، نقيوه من الشوائب ثم كنقردوه بهذه الطريقه هذه، وكنحطوه كنحطوه يا اما طبسي صحن هكا اولا بحال هاد الكسريه هادي ديال الطين. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تغطيوه وتخليوه حتى يولي، انا نوريكم كيفاش اللون غادي يولي ديك الساعه غاديروه. انا نوريكم ان شاء الله بحال الطريقه هكا تقسموه، هي طريقه سهله ما صعيبش بحال هكا، نمشيو بهاد الطريقه بسم الله. وخلف فوائد كثيرة، أولا يساعد في الهضم وينشط إفرازات المرارة ويطهر الكبد شربا مع الماء، فوائد كثيرة. وكي الناس اللي عندهم مشكل في التخمة برنامج إنقاص الوزن كيدخل في برنامج إنقاص الوزن، باش غندير لكم حلقة عليه خاص على طريقة الاستعمال ديالو كما قلت، ومزيان للهضم. الناس اللي كيعانوا عندهم سوء هضم وانتفاخة البطن فهو كذلك جيد، الناس اللي عندهم مغص أو ألم في البطن فالخل جيد شربا مع الماء، ويستعمل خارجيا وداخليا كذلك للشعر وللدوالي لفاريس دهنا خارجيا. فالخل له مزايا كثيرة على صحة الإنسان، الناس اللي كيعانوا من داء السكري، الناس اللي كيعانوا من الكوليسترول، تما مزيان لهم الخل يديروا برنامج ديال الخل شربا مع الماء. والناس كذلك اللي كيعانوا من التهاب في البروستات فهو جيد كذلك للبروستات شربا مع الماء او مع العسل. فكل شيء ان شاء الله الطريقه نعطيها لكم ان شاء الله في نشوف هذه الطريقه هذه انتم سهله ان شاء الله. انا عندي 2 كيلو ديال التفاح اللي بغا يدير 5 كيلو 10 كيلو راه غيبقى عندك بعد 5 لتر ديال التفاح. كل ما بقى الخل التفاح كل ما قدام عندك كل ما كيصبح عنده جوده عاليه وحموضه عاليه ومفيد. كل ما قدام ما كيفسدش، ما كيبقاش في الثلاجه، يبقى خارج الثلاجه، يبقى خارج الثلاجه وكيبقى كيحدو كيقدام تدوي الصلاحيه ديالو ممتازه استعمال. دابا ملي تيدير بحال هكا ناخذ واحد الشاش وكنطيب تيولي بحال هاد الشكل هذا اللي غيكون عريان، غيولي داكن هكا، يولي هكا داكن. نغطيو واحد الشاش ونخليه 5 ايام او 7 ايام تيولي بحال هكا. ملي كيولي بحال هكا كناخذ واحد الصلة تكون نقية وكنديرو فيها هاد الشكل هذا
ملي كيولي خامج هكا تيدير واحد الناموس وخلي داك الناموس رقيق هذاك هو اللي كيلقحو ف كيولي وكان نحطو كندير ديك الساعه كندير الطيار ملي كان عمر يولي بحال هذا الشكل عقلو مع عشان باش يبش طلعكم خلي انا راسل لكم هذا هذا هو عنده شهر عندي شهر هنايا هو هذا وجد عندي درتو ها هو شهر عندنا راسو دابا ها هو تبارك الله ولا مخلل هذا خصو يتعصر انا نوريكم طريقه التعصير تاعي هذا عنده شهر قال لي كيبقى على حسب على حسب قال لي راه 45 يوم كاين 40 يوم كل ما قدام كل ما كيزيان كيولي فيه جوده عاليه ديال الحموضه ملي كيولي كحل بحال هذا الشكل كنديرو هنا ونسد عليه ونخليه شهر او 40 يوم عاد كنعصرو دابا نوريكم ان شاء الله غنمشيو الطريقه ديال العصر دابا ديال الطريقه هذا ياما ناخذو ولا لقينا عند شي متفاح لقينا عنده خامج خذو ولا في ديك هذا نشري من عنده نتفاهم عليه ونجيبو ونغسلو مزيان كل شيء ليه كل شيء ما نحيد حتى حاجه كاين الناس اللي كيقول لك الناس اللي تيقول دير معاه الماء ما يداش الماء بتاتا يبقى هكا هو كيطلق الماء ديالو شوف هذا طلق الماء ديالو راه الماء ديالو هو الخل وهذا هو طلق الماء ديالو هنايا ولات فيه تتشم فيه ريحه الخل ملي كتشمو تلقى وجد كتشم فيه ريحه الخل ريحه الخل وتما راه وجد تتعصرو وتصفيه وديرو في قرعه وتخليه كل ما كيبقى كيبقى يصفى 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 تيولي مثل هذا صافي ها هو صافي وكنستعملو هذه طريقه التحضير طريقه في المنزل ديالكم ما تحتاجش تقلبوا عليه ما تحتاجش تشريو لان الناس كيغشوه يقدر يزيد فيه الماء يقدر ما يكونش طبيعي يقدر يكون كيماوي والناس ما كتعرفش شنو كاين ما كيعرفش انا حنا ما كنميزو كنعرفو الخل التفاح من جيد من مزيان كاين الناس اول مره هذا ما يعرفش واش حقيقي ولا مزور ولا ماشي ولا صناعي فالخل التفاح معروف بالذوق ديالو وباللون ديالو وبالرائحه ديالو ملي غتصوبوه في الدار غتولي تميزو تعرفوه وتولي تصوبوه عندكم هذا الخل هذا راه ضروري درني فرق راسل نعمل ادام وادام الخل ضروري يكون عندنا في الدار الخل التفاح لان فيه مزايا كثيره على صحه الانسان لا خارجيا ولا داخليا باذن الله لاصلاح قشره الشعر تساقط الشعر لاصلاح الدوالي ليفاريس دهنا خارجيا لاصلاح البقع في الجسم ممتاز وداخليا له مزايا كثيره على الصحه فيبغي استمراريه وطريقه استعمال فمفيد لله ان شاء الله دابا غنمشيو ان شاء الله نقولكم العصر باذن الله وغادي تصوح لك وتخليه تغطيه ومن بعد ديرو الفطور ديالك دابا نشوف ان شاء الله طريقه دابا ان شاء الله حنا كيما قردنا هذا الشتو هنا دابا غادي نقول لكم طريقه العصر بالضبط اي شاش او شي حاجه رقيقه ها الطريقة بسم الله هكذا لا كيتعدل دابا ها هو الطريقة إن شاء الله ما شاء الله هكا ان شاء الله هادي هو اللي كيخرج ما شاء الله وهاكا دابا كاين لو كيكون لون ماشي احمر ملي غيتصفى ويدار غيبقاو على 10 ايام 15 يوم حتى الشهر ما حدو كيقدام هو كيحمر كيولي احمر بحال هاد اللون هذا تنعاودو نعاودو هذا كنعاودو نعاودو نخليو كنعاودو نعاودو كنعمرو عاوتاني غنصفي كلشي اش غتصفى نعاودو نعاودو الصفايا بهاد الطريقة هاد الطريقة سهلة انت تحصل على الخل طبيعي بهاد الطريقة ان شاء الله غادي باش منطولش عليكم دابا انا غادي نصفي هنا هادشي اللي صوبنا ها هو بسم الله غادي نعملو قراي بحال هكا بسم الله هذا هو الخل غادي يبقى
غيبقى ويولي بحال هذا اللون هذا ديالو، لان هذا كان هذا بحال هذا الشكل هذا، ويولي احمر هكذا. ونستعملوه طبيعي، كيستعمل في الصلاه، في الطبخ، مع الحوت، مع السمك، جميع في المخلل الطبيعي، باش ما يضرش في المعده. فالخل ممتاز يكون عند في الدار. دابا الانسان ياخذ منه 10 كيلو 15 كيلو ويدير هذا بحال الشكل هذا كما قلت لكم. ها هو المعدن، هنا غنكمل هذا، غادي نكملو نقصو في العصير ديالو هذا، ها هو غنكملو هنا هنايا. ولكن غادي يولي كيما يولي، غنحطو ونغطيو واحد الشاش ونخليوه تيولي اسود، تيولي هكا ماشي اسود، احول داكن هكا داكن قوي، يولي بحال هكا. ومن بعد غادي نحطوه ونسدو، نخشيو ونسدو عليه ونخليوه 30 يوم 40 يوم، والخل كيوجد عندنا ونعصرو بهذه الطريقة. وهذه هي الطريقة سهلة لتحضير الخل في المنزل ديالكم ان شاء الله. المرة الأخرى ان شاء الله غنعطيكم صنع الخل ديال التمر بإذن الله. الخل ديال التمر تاعو له فوائد ومزايا كثيرة بإذن الله. التمر يكون رخيص، ونوريكم طريقة ديال المخلل ديال التمر بإذن الله. الخل ديال التمر تاهو كذلك له مزايا وفوائد كثيرة على الصحة. فهاد الثقافة ان شاء الله يحييها في المنزل ديالو، يصوب هادشي يتعلم يصوب هادشي كامل. كما كنعطيكم ان شاء الله في القناة الهريسة الحار كيتشو الخل، بزاف الوسائل الانسان نعطيها لكم ان شاء الله كيفاش تصنعوها في البيت ديالكم، وتستعملوها ان شاء الله تخزنوا مواد تغذية طبيعية وتستعملوها في المطبخ ديالكم ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، تسجيل اخر باذن الله. ما تنساوش ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو هذا باش تعم الفائدة لصنع الخل طبيعي في المنزل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.